فين؟ تفضل تفضل. إذن مساء الخير، مرحبا لكم المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظات. حنا تتواجدوا بقلب الملعب 20 غشت بقشيش أو بمناسبة الذكرى 21 لميلاد صاحب جلالة السمو الأمير مولاي الحسن. تنظم جمعية الرياضية لمشجعين نادي الكوكب مراكشي الرياضي المراكشي الدورة 11 لدوري ولي العهد الأمير مولاي الحسن لكرة القدم على مستوى جهة مراكش أسفي كما تتابعوا معنا متتبعينا. الآن هذه تنطلق المباراة الثانية. تنعاود نذكر بأنه بمناسبة الذكرى 21 لميلاد صاحب السمو الأمير مولاي الحسن تنظم جمعية الرياضية لمشجعين نادي الكوكب المراكشي الرياضي المراكشي الدورة 11 لدوري ولي العهد الأمير مولاي الحسن كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، يعني الدورة 11 واللي تضعف مشاركة تقريبا 16 فريق، يعني 16 فريق الذي شارك، يعني 8 من مدينة مراكش من عمالة مراكش وكذلك 8 من جميع الجهات، يعني شيشاوة والاقاليم الاخرى المجاوره كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر. الان يعني تنعرفوا الاقلاع اللي ولات عايشه كره القدم بصفه عامه، المجهودات التي تقدمها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم من اجل تطوير هذه المنظومه ديال كره القدم، يعني كما تتابعوا معنا يعني تتحافز وحافز جميع الجمعيات يعني انه يعني تخطو بخطوات ثابته للامام من اجل انه يعني انه يكون عندنا فرق كبيرة ويكون عندنا لاعبين، يعني ولات اللاعبين عندهم طموح ولات عندهم إرادة أنهم حتى هما يكونوا يعني طموح وتكون عندهم إرادة أنهم حتى هما يحملوا يوم في يوم من الأيام قميص المنتخب الوطني المغربي وتمثيل المنتخب يعني في الفئات في جميع الفئات بصفة عامة، يعني أنه يعني يكون عندهم واحد التمثيلية كما تشاهدوا معنا متتبعين في هذا البث المباشر الآن. إذا هذا الفريق اللي هذه اللعب اليوم هذه المباراة الثانية واللي هذه تلعب بطبيعة الحال المباراة ديالها كما تشاهدوا معنا. إذا هذا هو طاقم الحكام العصبة المشارك في هذه المباراة واللي هذه ما شاء الله يعني كان عمل كبير على جميع الأصعدة، يعني سواء في التحكيم أو الإدارات، يعني هذا هو طاقم الحكام الذي يقود هذه المباراة كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر على الجهه كما تشاهدوا يعني حكم يعني الوسط الذي يقود هذه المباراه، في حين هذا الفريق الثاني الذي يلعب بطبيعه الحال المباراه الان. اذا هذا هو الفريق الثاني الذي يلعب، يعني الذي يواجه الفريق الاول اللي كان معنا في البث المباشر الذي يواجه بطبيعه الحال كما تتابعوا معنا متتبعينا الدوري في النسخة ديالو 11 اللي تحمل دوري ولي العهد الأمير مولاي الحسن اللي تتم تنظيمه على مستوى الجهة كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. تعرف مشاركة ديال 16 الفريق كما تتابع معنا في هذا البث المباشر. غادي نستقبلوا رئيس الجمعية مشجعي نادي الفريق الكوكب مراكشي لكرة يعني باش انه يقدم لنا توضيحات استاذ الدين، قدم لنا توضيحات اكثر في هذا البث المباشر الان طبيعة الحال متتبعينا متتبعي قناة شوف تي في. استاذ الدين مرحبا بك معنا، غنخرج شويه لهنا الشمس هذه خصنا تفضل. يعني اليوم يعني تبارك الله ما شاء الله وصلتوا للدورة 11 وكل سنه يعني تتعرف مشاركه كبيره ديال الفرق كما تنقولوا، يعني ما تقتصرش الدوري فقط على عماله مراكش على عمالات اخرى. تفضل استاذ. السلام عليكم ورحمه الله، شكرا شوف تي في وشكرا للطاقم التقني ديال شوف تي في اللي تنشكركم اللي ديما هذه الجريده هذه قناه الشعب ديما حاضره معنا في السراء والضراء. واول حاجه تنشكرو وتنهنئو الامير
صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن لعيد الميلاد ديالو الذكرى 21 لميلاد ديالو، الله يطول عمره والله يحفظه والله يحفظ لنا الاسره الملكيه والله ينصر والله ينصر ملكنا محمد السادس والصحراء المغربيه. وعيد ميلاد سعيد والحمد لله فرحانين بزاف حنا كمنظمين كشعب مغربي تنقولوا له عيد ميلاد سعيد والله يطول عمره ان شاء الله والله يحفظنا ملكنا. اما تتشوف هذه الجمعيه الرياضيه المشجعين نادي الكوكب الرياضي المراكشي الدوره 11 لدوري ولي العهد الامير مولاي الحسن، لان الدوري هذا اللي تعطى واحد السيطه ديالو الكبير، كنا ديك الساعه تنشاركوا مع بعمالات مراكش ولايه مراكش، الحمد لله دابا ولا الدوري جهوي. هذا العام هذا دنا 8 الفروق من على مستوى ديال المقاطعه ديال مدينه مراكش، وثمانية فروق على المستوى ديال الجهه العمالات. كما تتشوفون اليوم نص النهايه 8 ماي نص النهايه اللي ملعوبه في 20 غشت داز امل سيد المختار وشباب سيد المختار اللي ربحات انتصرت امل سيد المختار بواحد لزيرو. تتشوفوا واحد الجوكوره واللي هذوك الشباب خرجوا تيبكيو الحمد لله اللهم تنقولوا هاني ان لامل سيد المختار. ودابا لعبه العاد تمنصور شباب العاد تمنصور مع اطلس المشور القصبه، هما اللي لاعبين دابا الحمد لله. راه غادي تكون واحد المقابله جيده والنهايه اللي غادي تكون ان شاء الله واحد الاحتفال كبير، غادي يكون يوم الاحد المقبل في المركب الكبير ديال مدينه مراكش غوندو ستاد دو مراكش، اللي غادي تكون واحد المقابله جميله واللي غادي تكون جوج مقابلات، غادي تكون واحد مقابله ديال ما بين الصحافه وما بين رؤساء الجامعه ديال مدينه مراكش، والمقابله النهائيه ديال الدوري اللي غادي يكون واحد الاحتفال كبير من وراء مقابله ديال الفريق ديال الاتفاق. غادي تبدا الانطلاقه مع 7:30 العشيه وغادي دار واحد الاحتفال ومجموعه ديال لي فونكلور محتفلين بعيد الميلاد ديال ولي العهد الحمد لله. وتنتمناو حظ سعيد وعيد ميلاد سعيد للامير ديال الامير صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن. وتنشكروا ولايه جهه مراكش اسفي على راسهم السيد الوالي اللي غادي يكون عطانا واحد الوعد غادي يكون حاضر معنا ان شاء الله يوم الاحد تا هو بالاحتفال، لان جميع الولات الحمد لله والعمال تيحضروا معنا. وتنشكروا جماعه مراكش وعلى راسهم السيده العمده اللي هي ديما عاطيه اليد اليمنى وعاطيه الدعم الرياضه والثقافه والاجتماعي الحمد لله لفاطم الزهراء المنصوري. وتنشكروا جميع الناس اللي تعاونوا معنا اللي تيتعاونوا معنا لا في الخفاء لا في المباشر. وتنشكركم وتنشكروا الصحافه وتنشكروا الشوف تي في وعلى يخطيكم وشكرا. غادي نستضيفوا معنا رئيس الفريق الان يعني في المباراه الان. تفضل يعني اليوم هذه المشاركه ديالكم في الدوري ديال ولي العهد الامير مولاي الحسن يعني القيمه بالنسبه لكم الاضافه بالنسبه لكم كفريق، تفضل قرب شويه الميكروفون. السلام عليكم، معكم الناطق الرسمي لفريق العهد الرياضي لطمنصورت. اليوم احنا فرحانين بهكذا مشاركات، وهذه المشاركه هي تعزيز فقط لواحد العمل القاعدي كان عندي واحد 4 أو 5 سنوات حتى قبل التاسيس الفعلي لفريق العهد ديال طمنصورت فرق الاحياء، وكان واحد المجموعه ديال المؤطر واحد المجموعه ديال الاخوان داروا واحد العمل كبير. هاد الوليدات اللي تشوفوا اليوم تيلعبوا الجميل اللي عندنا اليوم وحنا تنشاركوا في التظاهره الوطنيه الغاليه على قلوبنا، انه هاد الوليدات كانوا هذه واحد 4 أو 5 سنوات كانوا تيلعبوا مع مجموعين مع بعضياتهم، وهذا الشيء نشعر بالفخر والسعاده في غياب الملاعب على مستوى طمنصورت على مستوى المشكل ديال البرمجه اللي كاين على مستوى العصبه ديال مراكش اسفي والاكراهات اللي كاينه، ما نهضروش غير على المشاكل. اليوم عندنا تظاهره جميله، حنا فرحانين، تنشكروا الجمعيه الرياضيه المشجعين ديال الكوكب المراكشي على المجهود الكبير اللي بذلات، تنشكروا الصحافه الحره والاقلام الحره اللي جات اليوم باش تنقل الصوره الجميله ديال الكره الحقيقيه في مراكش، وبانه الفرق ديال مراكش والكوكب المراكشي يستحق اكثر واكبر من هكذا مكانه داخل الحقل اللي مراكش. ان شاء الله الرحمن الرحيم ما كان غير قسم الاضواء ان شاء الله، وديما كوكاب، وان شاء الله هاد الوليدات ان شاء الله نتمنوا نشوفهم في النهايه ان شاء الله الاسبوع المقبل. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا بزاف، التوفيق لكم. التوفيق لكم. اذا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر الان يعني المجموعه ديال الفرق على مستوى الجهه. تفضل تفضل.
اليوم المشاركه ديالكم انتم من اقليم شيشاوه من جماعه سيد المختار، يعني المشاركه ديالكم في هذا الدوري اليوم اللي تحمل الاسم ديال الولي العهد الامين مولاي. السلام عليكم ورحمه الله. هي مشاركه اول مره شاركنا في هذا الدوري. الارتسامات كيف نقولوا حنا امل سيد المختار، امل فريق امل سيد المختار. تفضل نقدم لك امل سيد المختار ولا لا انت في المباشر الان دابا شنو السؤال؟ لا يعني المشاركه ديالكم بالفريق ديالكم. تفضل. مشاركه متواضعه بالنسبه لامل سيد المختار. كيفاش نقولوا نفتقر الى ملاعب ما شاوش هذا، عندنا تيران عادي ديال الحجر ما كنترينيوش بزاف بحكم صراعات داخليه. نعم. وكيفاش نقول يعني مع ذلك فانتم قدرتوا انكم تقصوا فريق يمثل الشيشاوه، نقدروا نقولوا اليوم في هذا الدوري يعني. قبل ما يمثل سيد المختار كيمثل الشيشاوه؟ هو كيمثل الاقليم بطبيعه الحال. كيف شاف الجميع نصف النهائي خالص في سيد المختار بين فريقين امل سيد المختار ونادي شباب سيد المختار، هذا يدل على ان الاقليم عندنا يزخر بالمواهب والطاقات الشابه. نعم. يعني شنو الطموح ديالكم كفريق كمسير الفريق؟ ما كرهناش التيره اللي عندنا في البلاد في سيد المختار يدير لي غاز اصطناعي. يعني باش انتم تقدروا تواكبوا الدوريات اللي الان تتحدث بها ما بينكم. ما كرهناش ما كرهنا ان شاء الله. رساله للمسؤولين من هذا المنبر كنوجهوا رساله للمسؤولين يشوفوا لنا هذاك التيران ديال امل سيد المختار حتى ديال شباب سيد المختار يديروا لنا غاز اصطناعي، ونطمح باش يترينوا فيه الوليدات لا الصغار ولا الكبار جميع الفئات. ماشي اللي كاين. بارك الله عليك بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم. التوفيق بطبيعه الحال كفرق في كل الاحوال. تفضل اجانس. اذا كما تابعتوا معنا فاستقبلنا يعني مجموعه ديال الممثلين يعني على مستوى ماشي يعني عماره مراكش، كاين فريق ديال العهد ديال الرياضي طمسورت، وكذلك ممثل عن نادي الامل الرياضي سيد المختار. سانس يعني اليوم طموح بدا تيكبر ما شاء الله، الفكره نجات وما شاء الله تنشوفوا خرجت من كما تنقولوا من ما هو محلي الى هو جهوي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لك سي زكريا وتحيه لقناه الشعب شوف تي في. بالنسبه للكلمه اللي قلتي انه خرجت من المحلي الجهوي، لان احنا كنا عازمين هذه الدوره هذه ان شاء الله باش تكون وطنيه لولا الالطف اللي وقعت في زيزان الحوز، لانه كانت قاب قوسين او ادنى باش تلغى هذه الدوره، ولكن الاسم اللي عزيز على كل المغاربه وعزيز علينا كاملين ارتئينا باش نديو لها جهويه. وان شاء الله الموسم المقبل غادي تكون وطنيه ان شاء الله، لانه حنا كما كنقول هذا العام هذا الدوره 11 ديال دوري ولي العهد، لانه تنظمت ب 16 فريق، 8 كينتميو على الصعيد الجهوي و8 على صعيد عماله مراكش، لانه اللي كتشوف دابا في النصف النهائيه تخلو جوج فرق من سيد المختار شباب سيد المختار وامل سيد المختار، والنصف النهائيه الثانيه تخلت عهد طمنصورت وشباب اطلس المشوار القصبه، لانه والنصف النهائي الاولى تاهل امل سيد المختار للنهايه، واللقاء الثاني هو جاري لحد الان، لانه هذه الطوله هذه الحمد لله حنا كنفتخروا بها، وانه كنتسناو امتى يجي شهر ماي باش نحتفلوا بذكرى ميلاد ولي العهد صح ولي العهد الامير مولاي الحسن، لانه حنا كما كنقولوا حنا ارتئينا باش يتنظم هذا الدوري هذا في احسن الظروف، والحمد لله اللي كنشكروا السلطات المحليه وعلى راسهم السيد ولي جهه مراكش اسفي، السيد رئيس مجلس الجامعي لمدينه مراكش، السيد رئيس جهه مراكش اسفي، والسيد رئيس جماعه مشوار القصبه، والسلطات المحليه والسلطات الامنيه على راسهم السيد ولي امن مدينه مراكش، والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي، والسيد ديال الوقايه المدنيه والقوات المساعده، لهم كلهم مدينه المساعده لا من الناحيه الامنيه ولا من ناحية التغطيه ديال جميع المقابلات، لانه احنا الحمد لله اللي كنوجهوا دعوة عامة إن شاء الله يوم الأحد من أجل الحضور للنهاية في الملعب الكبير لمدينة مراكش، لأنها غتكون نهاية فعالة ونهاية تاريخية لهذا الدوري هذا.
وتحياتي لكم وشكرا للسي زكريا. تحياتي لك استاذ الله يوفقك. اذا كما تابعتم معنا مع هذا البث المباشر يعني بمناسبه الذكرى 21 لميلاد صاحب السمو الامير مولاي الحسن بطبيعه الحال كما عود اعتادت يعني الجمعيه الرياضيه لمشجعين نادي الكوكب المراكشي الكوكب الرياضي المراكشي لانه تنظم كل سنه وهي في الدور 11 لدوري ولي العهد امير مولاي الحسن لكره القدم جهه مراكش السافي كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. يعني الان يعني الفرق الان منافسه احنا في النصف الثاني من النصف النهائي الثاني تجمع يعني فريق من طمنصورت وفريق اخر من مدينه مراكش في انتظار ان المباراه النهائيه التي تتم الاجراء ديالها في الملعب الكبير مدينه مراكش بحضور يعني شخصيات وازنه. على العموم بقيت اشكركم شكرا لكم على حسن المتابعه الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.